بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مميزة شوية إن شاء الله. عاوز أقول كلمة شكر من مصر للجزائر بسبب موقف شهم وعظيم من الجزائر تجاه مصر ضمن مواقف أخرى كتير. لكن في البداية عاوز أقول حاجة بسرعة عن مؤامرة فرنسية لإلغاء اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر. كلنا عارفين ان الاتفاقية دي بتمنح الجزائريين المهاجرين الى فرنسا امتيازات اكبر من اي مهاجر اخر، ودي اقل حاجة تقدمها فرنسا لشعب احتلت بلاده 132 سنة. لكن حزب اليمين الفرنسي عاوز يعيد النظر في هذه الاتفاقية، وانا لا اشك ان اتباع ماكرون لهم يد خفية في الموضوع ده، وخصوصا هم اللي دعموا صدور لائحة في البرلمان الاوروبي ضد الجزائر، واتكلمنا عن الموضوع ده. كل هذه المحاولات لاضعاف السيادة الجزائرية للخضوع لاوروبا وعلى رأسهم فرنسا، لكن لم ولن تخضع الجزائر. وحزب اليمين الفرنسي المتعجرف كان بالاولى يقوم بالغاء اتفاقيه العار، اتفاقيه افيان، الاتفاقيه اللي ضد الانسانيه وضد المعاهدات الدوليه، اتفاقيه اجراء التجارب النوويه، رغم ان هذه الاتفاقيه حدثت قبل استقلال الجزائر، وهذا ليس من العدل. اعتقد سبب تاجيل زياره الرئيس تبون الى فرنسا وعدم تحديد موعد دقيق لها حتى الان هو عدم التوافق بين الجزائر وفرنسا في عديد من الملفات. نسيب فرنسا ونروح لموقف شهم وشجاع من الجزائر نحو مصر. في مثل هذه الأيام تعرضت مصر لنكسة يونيو سنة 1967 من العدو الكيان الصهيوني، والجزائر كانت حصلت على الاستقلال من 5 سنين ساعتها. وقام الرئيس جمال عبد الناصر بالاتصال بأخيه القائد الجزائري هواري بومدين. جمال عبد الناصر قال له مفيش طيارة سليمة في الأسطول الجو المصري، لو سمحت ابعت لي شوية طائرات. الرئيس بومدين قال له الجزائر عندها 47 طائرة، اعتبرهم ملكك، بس ابعت لي طيارين مصريين ياخدوا الطيارات علشان الطيارين الجزائريين لسه في مرحلة التدريب. أمريكا تسكت؟ لا طبعا. راح السفير الأمريكي بالجزائر طلب مقابلة الرئيس الجزائري هواري بومدين. السفير الأمريكي قال له حكومة أمريكا مش مرتاحة بخصوص إرسال الطائرات الجزائرية لعبد الناصر. راح رد عليه هواري بومدين بكل إنفة وكرامة: أولا انتهى ذلك الزمن الذي كانت فيه أمريكا تأمر والبلدان الصغيرة تطيع، ثانيا انتهى وقت المقابلة. الله عليك يا عم هواري، انا كمصري بقول الف رحمه ونور عليك، ربنا يسكنك فسيح جناته، وشكرا ليك ولشعب الجزائر، وده معدنكم الاصيل في وقت المحن. هختم بخبر سريع: دوله سلوفينيا الاوروبيه قررت تفتح سفاره في الجزائر، وكمان بتدعم ترشيح الجزائر في مجلس الامن. وفاكرين لما قلت لكم طالما عم ايمن عبد الرحمن استقبل وزير الزراعه الايطالي بنفسه يبقى الموضوع كبير. شركه بي اف وقعت مع الجزائر لزراعة 900 هكتار جنوب الصحراء، يعني زراعة أكتر من 2000 فدان ما شاء الله. قبل ما أختم، تحياتي لأهلي في القناة اللي بيقولوا لي إنهم من ولاية تايزي ووزو وبومرداس والبويرة ومدينة بوسمغون تبع ولاية البيض، مش عاوز أنسى حد. وتحياتي للمغتربين خارج الجزائر من فرنسا وألمانيا وغيرهم. حلقتنا خلصت، حفظ الله الجزائر، فتح الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.